المشاعر الإنسانية. هنا تنفيذ حكم الإعدام على الرباط المقدس. جاء الشيطان وكان هو الذي ساهم وهو الذي قام وهو الذي ارتكب ووضع الحبال في مشنقة الزوجين. فالشيطان هو الذي يرتكب وينفذ حكم الإعدام. هذا الرجل الزوج الذي عاش سعيدا في بداية حياته الآن يخرج من هذه العلاقة بمشاعر مكسورة. هذه المرأة التي زفت من بيت أهلها إلى بيت زوجها وهي بثوبها المزدان بالبياض وبالصفاء وبالنقاء، ترجع الآن وهي متوشحة بالحزن والبكاء والدمار. في هذه الليلة هي عبارة عن ماذا؟ عن علاقة زوجية قد انتهت وحكمنا عليها بالإعدام النهائي، حكمنا عليها بالختمة النهائية وبالانتهاء التام. وقعت الذي لم نكن نتمنى أن يقع بين الزوجين. الزوج الآن تسمع ثلاث كلمات، الزوج يتلفظ بثلاث كلمات، وأصداء هذه الكلمة تبدأ تتردد بين أرجاء الأسرة الواحدة. هذه الكلمة تتلفظ بها الزوج والتي سمعتها الزوجة، وتروح صدى هذه الكلمات تقبع في مشاعر الأبناء، تقبع في مشاعر الجدة، في مشاعر الجد، في العم، في الخال، في بقية أفراد الأسرة. هنالك علاقة زوجية قد انكسرت اليوم، هنالك علاقة زوجية قد انكسرت اليوم، هنالك نموذج من المشاعر المقدسة، من المشاعر المباركة قد ذهب إلى حال سبيله.